السلام عليكم ورحمة الله. إخوان الأخوات، بسم الله وعلى بركة الله. الجولة الاستكشافية ديالنا في إطار تتبع بعض الأشغال اللي كتعرفها مدينة تمارة الهرهورة. اليوم ان شاء الله غادي نشوفوا فين وصلت الاشغال ديال طريق الفلاح. هاد المره غادي نمشيو على طول جهه عين عتيق والصخيرات الى كتاب ان شاء الله. الى كتاب نشوفوا داك الجواب حيت هما بادين من لهيه من جهه الصخيرات عين عتيق. إذا نمشي نشوفو ديك الجهة هاديك بعد ما شفنا حلقات بزاف من هنا جيت الهرهورة الصبلدور و تمارة بصفة عامة. يا الإخوان هاد البيست هادي خصهم يصاوبوها وغادي يصاوبوها ضروري حيت غتكون كتخرج طريق الفلاح. كنذكركم حنا بدينا من النقطة ديال من الرومبا ديال صابلدور حدا ديك المحطة ليسونس السلامة. وصلنا خرجنا لهاد البلاصة هادي كنت وريتها لكم ذاك النهار. إذا يا اخوان شوفوا دابا نشوفوا الاشغال. بسم الله على بركة الله. الخدامة مساكنة دايرين القيلولة. هما الاخوان هنا جابوا التراب ديال الجردة قادوا هادشي عليها تبارك الله عليهم. كانت هنا شي كسيدة اللي ما بغيناش شتو. انتم شي كسيدة كانت هنا الاخوان ها شتو بابا بابا بارشوك فينا كنت تضرب مع هادو كنت تضرب مع هادو لا كانوا خلاوهم هنايا بلا ما يدير لهم شي داك هذاك تنبيه داك شي بلاكا ولا شي حاجه شي صباغه حمراء وبيض باش كتبان راه هما خصهم يتحملوا المسؤوليه. عرفتي هذاك الطومبيل تضربات مع هذيك الخرسانه هذيك وي 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 راه ما بقى فيها والو واقيلا. اذا الاخوان كما كتشوفوا هنا راه دار لنا الشجيرات ما عرفناش واش هذا الكازو ولا غير الربيع. الكازو هذا ولكن خصهم ينقوه من الربيع يزرعوه هنا الكازو ولكن خصو يتنقى من الربيع. هنا الشجيرات ديالنا لاحظوا اخوان الصور هي كيف جا جميل. شتي ملي تيكون واحد الحاجه فيها منظر موحد كتعطي جماليه ديال ديال المنظر العام. شوف هما دابا غيزرعوا هنايا الشجر ويديروا الكازو. رائع ما شاء الله ما شاء الله. ما اصحاب الجاردين هنا دايرين قيلوله الله يسهل عليهم. هما هنا داروا الكازو داروا التراب جميل. الناس خدامة يا اخوان الى المغرب الاخوان عادي وكي يتقدم. وماشي غير كيتقدم في الاشغال وصافي لا راه كيتقدم يا اخوان حتى في الجوده ديال الاشغال. راه ولينا كنشوفوا الجوده في في في
الحاجه اللي كيصاوبوها. مثلا دابا مثلا نعطيكم النوع ديال الزفت، النوع ديال البطوات، النوع ديال الاناره، النوع ديال الكابلات اللي البنيه التحتيه بحال القواداس والكابلات، داكشي كامل يعني ولاو كيديروا الجوده. هذا مهم، هذا مهم الاخوان. انا بعدا هادشي اللي لاحظت، قبل راه كانوا كيجيبوا داكشي اللي هو عيان جوده متوسطه ما كدومش. دابا تبارك الله راه سير عليك دابا غينساو هاد الطريقه دابا تشوف. وحاجه اخرى راه الا لاحظتوها، حاجه اخرى مهمه، وهي انه دابا الا صاوبوا هاد الطريق راه قبل ما يضربوا الكوش الاخرى راه كيدوزوا واحد القوادس سكور هنا باش تعرف بان المغرب راه تقدم في الاشغال ديالو ولا كيخدم واحد الحاجه اللي هي متقونه. ما بقيناش كنشوفو من بعد الاصلاح كيتعاود يحفروا قليل، ترى حفروا كيحفروا شي حاجه بزاف. قبل كنا ديما كنشوفو كيصلحوا كدوز السيمانه كيجيو يحفروا باش يعاودوا يدوزوا شي. دابا لا، راه ما عرفش شحال من واقيله، ما عرفش شي من 5 كيلومتر 5 ولا المهم شي مواقع، هما عارفين داكشي ديالهم التقنيه ديالهم، راه كيدوزوا واحد القواز جوج. علاش؟ باش حتى لاحتاج مولدو شي حاجه يدوزها ولا سحب الماء ولا كيدوزوها من هذاك بلا ما يحفروا لهم الطريق. تتكون خريطه عندهم ديال هاد ديال هاد القواز السكور اللي دفنوهم في الارض. باش حتى كان شي مولين التليفون بغاو يدوزو ولا شي واحد شي قادوس ولا شي حد بغاو كيقول لهم ها هو راه كاين بنين دوزو منه وقطعوا له صافي، ما كنبقيناش كنشوفوا الحفير. هادي مهمه حتى هي. لاحظوا يا اخوان هنا داروا الصفصاف، هنا داروا الصفصاف، جميل جميل والله جميل هادشي، رائع ما شاء الله ما شاء الله. هنا النوع ديال الارضيه الاخوان اللي داروا هنا، اللي داروا هذاك بحال المغسول، بحال المغسول هذا. ها هو شفتوه حرش، هو كيصاوبوه مع هذوك الكاياس ويديروا السيمه، وفي الاخر كيجيو يرشوه بالماء داك السيمه اللي بقات الفوق باش كيبقى داك الكاياس باين حرش. جميل جميل، شوفوا النوع اللي كنهضر لكم عليه. شفتوه كي داير. شوفوا يا اخوان الصفصاف كيف جا، شوف الصفصاف كيف جا، رائع ما شاء الله ما شاء الله. ملي تيخدر الصفصاف غير هو العيب ديالو انه اولا كي واحد الجامع هنا هو، الجامع الاخر زنان هي تبارك الله ما شاء الله. الله يقوي الايمان، الله يثبتنا على الايمان ديالنا والشهاده. قلت لكم الاخوان هاد الصفصاف هذا غير هو الخايب اللي فيه جوج حوايج، انه في الشتاء راه كيطيح الوراق، من الخريف كيطيح الوراق، سير عليك حتى الصيف عاد كيولي زوين كيتشعشع الوراق كينوض، والزبل ديالو كثير. الزبل ديالو كثير وكيجمع الناموس والدبان حشرات، يعني الا ما كانش في واحد البلاصه اللي هو بيئه ديالو زوينه راه دغيا يجمع داك الحشرات وكيولي في شكال. عموما شي رائع رائع يا اخوان. هما هنا خدامين صحاب الهونغار، هو لاحظوا دابا قصب يا اخوان، دابا قصب صافي راه غيطيح يولي عواد، سير عليك دابا حتى الصيف حتى الربيع يدير الوريقات ديالو يجي رائع. هنا هما داروا ديك الشجيرات هادو، هنا هذا هو اللي ما كنت بغيتو، انا بغيت نكون بغينا قصب مع الحيط. انتما يا اخوان هنا الشجر تشوفو كيجا، لاحظوا معانا شوف.
جميل جميل جميل، الله يسخر امور. كون دار وقصب حسن، واخا هكا بكون دار وقصب حسن. اذا هنا مشعل مع الصفصاف على طول. شوف شوف هنا الصفصاف، هنا الشجر زوين. جميل رائع. واحد المنظر ما تشبعش منه. كاين اللي بغى يدوز هنا غير باش يتمنظر. واحد هونغار حدا اخر شفتوه. ماري خوان صافي، هذا راه واقيلا هذا غيولي غير يدير الدراجات. صافي هذا غيولي غير يدير الدراجات. نشوفو هذا غيولي غير يدير الدراجات. هنا راه دارو شفتو. لاحظوا معايا يا اخوان، ربحنا دايزين من تحت لو طوروت. هذا دارو غير صحاب المواطر دراجات والراجلين. شوف راه فين تيخرجها، تخرج بهذه الطريقه هذه. راه كنت وريتها لكم هذه، راه كنا دزنا بها هذه الطريق فلاح ديال جيت تمارا. من جيت تمارا زعما من لوطوروت لهاد الجهه، ومن لوطوروت لهي من القنطره اللي راه ديال هرهوره. حنا نعاود نرجعوا دابا لهرهوره، طريق فلاح ديال هرهوره. هرهوره زعما وعينات ياك من العين. المهم هذه تمارا من هاد الجهه بصح. إذا الخوان شفنا هاد الهونغار، هاد المغارة هادي قسمي نقي، ورا فيها الحجر شوية ديال الزبل سق نقا. مزيان مزيان مزيان. بعد ما كانوا كيدوزو من الطونوبيلات كاميات كاع، شتا واحد كاميو دايز منا، والله حنا واحد كاميو دايز منا. حنا رجعنا للبلاصة ديالنا. إذا الإخوان الجامع هذا خويا كيبنيو هنا. والله الا ما شاء الله كاين محسنين. كاينين محسنين الاخوان، جزاهم الله خيرا. احسن حاجه تبني جامع. صدقه جاريه. دابا سير عليك اللي جا صلى فيه، واخا حتى تموت تبقى هذيك، تبقى عليك صدقه هذيك جاريه. ما كنقولوا صدقه جاريه يعني كتبقى غاده معاك حتى تل يوم الحساب. يعني اللي دخل بدا يصلي وغادي يتوب على ظهرك، وكاين بقاو يترحموا عليك تما جزاه الله. بحال دابا انا شفتو قلت جزاه الله خيرا، شفتو عفويا خرجت. يعني اي واحد غادي يدعى معاه. اذا الاخوان حنا دابا في طريق فلاح ديال عين عتيق، راه هي بلاكا مات ليا لهي في لوطوروت عين عتيق تامسلا. لاحظوا معنا، جميل جميل رائع. السكنة هنا رائعة يا اخوان، السكنة هنا رائعة. جيو جيو يا اخوان، سولوا هنا سولوا، ما كاين مكاتب البيع هنا. اللي عنده شي فليسات مسهل عليه الله يجي هنا يشوف سول. ولكن السكنة رائعة، سكنة رائعة رائعة. وكنهضر اللي عنده الفلوس كثيرة، ماشي اللي عنده مسكين على قد الحال ما يقدرش عليها.
البياج ها هو هنا، البياج ديال عين عتيق تامسنا، ها هو لوطوروت. يعني انت خلي لوطوروت وزز منا كاع وخرج من ليه، شفتوه؟ جميل جميل. لاحظوا يا اخوان، شوف تالي تالي الموديل، الموديل ديال البنايه زوين. الناس بنت كتفنن، الناس بنت كتفنن في بني، ما شاء الله ما شاء الله. بصحتكم، الله يسخر الامور، الله يسخر الامور. سعدات لي عنده الفلوس. كما قلت لكم يا اخوان، قنطرة جديدة راه كيديروها عالية على القديمة، بحال ديك اللي في تمارة. وما عرفتش انا، ما عندها حتى فائدة ان هادي تكون عالية على الاخرى، لان هاني نفترض عليتو هادي على حساب زعما مع الوقت بغاو يدوزو كميات، ولا عليتو شوية في الطريق من تحت، ولا وراه الثانية غتمنعكم ديك القديمة. يعني خصكم تريبوها باش يلاه تقادوها مع الجديدة. المهم عموما هادي هي الطريق، القنطرة الجديدة القديمة راه كيصلحوا فيها شي حاجة. إذا يا اخوان على هاد النقطة ديال الرومبا ديال الرباط بالأداء، نقول لكم إلى اللقاء في فيديو قادم إن شاء الله، والسلام عليكم.